شيخ كيف يكون رفع أولياء الله إلى منزلة الله يكون انتقاصا لهم؟ إيه نعم، أنت لما إنك جيت واحد يعني فقير ولا وقلت له أنت ما مثلك بالناس، أنت رافعك الله على الناس ومعطيك وأنت قدوة، وأنت أنت حقرته بهذا لأنه ما وصل إلى هالمنزلة، فأنت تستهزئ به. إذا نزلت واحد في غير منزلته فأنت تستهزئ به، تقول له أنت أكرم الناس وأنت أجود الناس وأنت ما فوقك أحد من الناس، وأنت وهو مسكين فقير، هذا كله من الغلو، وهذا من احتقار هذا الشخص. إذا نزلته في غير منزلته فقد احتقرته واستهزأت به. نعم.